أنا مش فاهم اشمعنى أنا اللي شاكة فيه، ما يمكن يكون الواد حمزة ولا حتى بابا. أنت شفت صورتي عليه؟ حاضر يا ماما، مش هنسى أشد السيفون تاني. حاضر. أقول لك إيه طيب؟ لا حطيتها في الغسالة. لا لا مفيش حاجة تانية تتغسل. كلمتها امبارح اعطيتني نفس الموشح اللي بتديهولي. طب ما افتكرت خالتك. لا لا هكلمه بكره بقى. هاي بكره بكره بقى خلاص. لا خلاص بقى. لا خلاص. ازيك يا زين؟ الحمد لله. انت خلصتي؟ لسه مخلصه حالا دلوقتي. يا بختك. أنا شفت ميد نايت النهاردة. ماشي صارت الرجالة بقى. الرجالة بقى. يلا ربنا معاك. تصبح على خير. أنتِ من أهل. اهلا وسهلا بحضرتك في دلتا الاتصالات والانترنت، زين في خدمتك؟ اخيرا رديته افندم. بقالي اكتر من 10 دقايق على الويتنج. كنت بتعيدوا وتزيدوا في المزيكا السخيفه اللي مشغلينها دي. بعتذر لحضرتك جدا يا فندم، ده اكيد بسبب ضغط المكالمات. ضغط؟ احنا 2 الفجر يا استاذ. بعتذر لحضرتك مره تانيه، وموجود في خدمتك، اتشرف بالاسم. تشرفنا استاذ اكرم. ممكن حضرتك تقول لي الرقم اللي عليه الخدمه مع كود المحافظه؟ ما هو قدامك، انا مسجل كل البيانات قبل ما ترد عليا. ايه مش ظاهر عندك؟ انا اسف جدا يا فندم، بس ساعات السيستم مش بيظهر لي البيانات. ممكن تقوله لي مره كمان؟ 02 02 52 52 20 20 32 32 15 15. تمام اتفضل. مشكله حضرتك ايه؟ النت فاصل من ربع ساعه وعملت ريستارت للراوتر مرتين. ممكن حضرتك تقول لي حالة لمبة الـ ADSL لو منورة أو لأ؟ مفيش غير لمبة الباور بس هي اللي منورة، الباقي كله مطفي. طيب هستأذن حضرتك دقيقتين على الانتظار لمراجعة بعض البيانات. لا فندم؟ ما تحطنيش على الانتظار، مش عاوز أسمع المزيكا دي تاني، راجع البيانات وأنا معاك. طيب طيب لحظات معايا. معاك. لحظات البيانات بتظهر قدامي أهو. يا مسهل معاك. استاذ اكرم حضرتك معايا؟ معاك يا زين، ورحمه ابويا معاك. ها البيانات ظهرت. شكرا لانتظارك يا فندم، واسف جدا على التاخير. هو بالفعل ظاهر عندي ان الخدمه عند حضرتك متوقفه بسبب عطل في اجهزتنا الموجوده في السنترال. أيوة المشكله اللي بتحلوها في خلال ساعتين كحد اقصى. مظبوط يا فندم، ان شاء الله الخدمه ترجع خلال ساعتين كحد اقصى، وممكن يبقى اقل من كده بكتير. طب واخرتها يعني؟ هتفضلوا ترازوا فيا كده لحد امتى؟ لا العفو يا فندم، بس دي حاجه خارجه عن ارادتنا، وعلى فكره العطل ده جلوبال يا فندم. جلوبال؟ ايه؟ النت قاطع في العالم كله؟ لا يا فندم، جلوبال يعني مأثر على عملاء كتير في نفس السنترال اللي حضرتك تابع ليه. لا يا زين، جلوبال يعني عالمي. ده معنى الكلمه في القاموس. من فضلك ما تبقاش تقول كلمة أنت مش عارف معناها. وبعدين هو أنت لما تقولي أني مش لوحدي المتأثر، ده في عزاء ليا مثلا، المفروض أسكت بقى وأقول ما أنا مش لوحدي. لا يا فندم طبعا، من حقك تشتكي. ما هي الشكوى ملاش أي لازمة يا زين، قصة عطلة أجهزتكم في السنترال دي اتكررت 50 مرة. أنا بكرر أسف يا فندم. لا أنا مش عاوز أسفك، أنا مش عاوز أصعب عليك، أنا عاوز حل مشكلتي. من فضلك
بص عندك كده في البروفايل بتاعي بتاع الرقم بتاعي، شوف كده بنفسك العطل ده بيتكرر بمعدل قد ايه. من فضلك شوف شوف زين، انت متخيل حجم الشغل اللي بيتعطل عندي بسبب العطل المستمر ده؟ مستوعب ان النت دلوقتي زي المية والكهرباء، ما ينفعش الدنيا تمشي من غيرهم؟ يا جماعة انتوا فاهمين اللي انا بتكلم فيه ده؟ واتمنى تكون المكالمة مسجلة. المكالمة مسجلة يا فندم، وانا فاهم الكلام ده طبعا، واكيد يهمنا ان الخدمة ما تقطعش عند حضرتك تاني. طيب هنخلص المأساة دي امتى؟ ان شاء الله يا فندم الخدمة ترجع خلال ساعتين. انا مش بتكلم عن القطع دلوقتي، انا بسأل عن المشكلة المتكررة يا زين، هتنتهي امتى؟ ان شاء الله يا فندم خلال ساعتين يا فندم. زين انت حافظ ولا فاهم؟ يا فندم حضرتك انا بقول اصل لما اسالك عن تكرار المشكله وانت تقول لي خلال ساعتين تبقى حافظ مش فاهم، بتقول اللي هم محافظينه لك وخلاص. يا فندم انا بالفعل بقول الابديت بتاع مشكله خط حضرتك اللي ظهر قدامي. انا بقى عاوز اللي ابعد من الابديت اللي قدامك ده، عاوز اعرف امتى اجهزتكم اللي في السنترال هتبطل تعطل وتاثر على الخدمه عندي. ممكن يا زين؟ ما انا قلت لحضرتك يا فندم خلال ساعتين. لا كده يا زين انت كده بتستغباني او عاوز تنقطني، انت انهي فيهم بقى؟ لا يا فندم العفو. يا حبيبي العفو انت، العفو انت. ما انت لما تقولي ان المشكلة اللي بتتكرر عندي بقى لها 4 شهور هتنتهي في خلال ساعتين تبقى بتستغباني. اطلاقا يا فندم اطلاقا، انا حوضح لحضرتك العملية بتمشي ازاي في الشركة. معلش خليني انا اللي اوضح لك. لما نفس المشكلة تتكرر على مدار شهور يبقى اصلاحها كل مرة بيبقى اصلاح سطحي، بتصلحوا العرض مش المرض. زي كده لما واحد عنده سخونية فنديله خافض حرارة، ولما مفعول الخافض يروح بيسخن تاني. ليه؟ اقول لك ليه، لاننا معالجناش سبب السخونية اللي هو ممكن يبقى انفجار في المرارة مثلا. فاهم يا زين؟ انا فاهم يا فندم، واكيد انا مع حضرتك كمان. جميل قوي، طالما انت مع حضرتي ما تفقعش مرارتي بقى، واديني رد على سؤالي. مشاكل اعطال السنترال هتتحل من جذورها امتى وما تتكررش تاني؟ ما يا فندم معلومه زي دي لو واضحه قدامي اكيد كنت هوضحها لحضرتك يا فندم. ما هي المعلومه مش واضحه لا قدامك ولا قدام حد من زمايلك ولا رؤسائك اللي بكلمهم من شهور، يبقى ايه الحل؟ مين اللي عنده ام المعلومه دي؟ استاذ اكرم من فضل حضرتك مفيش داعي للتجاوز يا فندم. ايه؟ فين التجاوز؟ اقصد يا فندم الالفاظ الفاظ ايه يا زين؟ انا قلت لك لفظ خارج عشان بقول لك ام المعلومه؟ هي كلمة أم بقت لفظ خارج؟ طب أبو المعلوم تمشي دي؟ تمشي يا زين؟ ألو؟ ألو؟ أنت معايا؟ مع حضرتك يا فندم. أصلك سكت فجأة كده يعني؟ مستني حضرتك تخلص كلام يا فندم. طب يا سيدي أنا خلصت، عندك رد محدد على سؤالي؟ ما عندكش طبعا. عارف ليه؟ لأن المؤسسة اللي أنت شغال فيها مؤسسة فاشلة، قايمة على سيستم فاشل، وبيداروا من فشلهم وراك أنت واللي زيك. أستاذ أكرم حضرتك عندك أي استفسار تاني؟ هو أنت كنت جاوبتني على الأولاني ولا عاوز تخلص مني وخلاص؟ لا يا فندم إطلاقا، أنا في خدمتك في أي وقت يا فندم. لا زين، لا أنت عاوز تخلص مني بصراحة زين، حقك أنا شخصيا مشفق عليك. انت في أسوأ وضع ممكن اي بني ادم يتحط فيه، بجد صعبان عليا واسف يا زين اني بكلمك بحده، بجد انا اسف جدا، بس للاسف مؤسستك دي حطاك انت ولزيك حيطه قدام غضب العملاء، حاطينك يعني في وش المدفع، مش فارق معاهم انك تتهزى او عميل يقل ادبه عليك عشان يفش غله ولا زين. انت بتشتغل الشغلانه دي من امتى؟ خلينا نخمن. استنى انت ما كملتش سنة، لان ما حدش ممكن يستحمل المرمطة دي اكتر من سنة. انا متأكد اني مش اول عميل يشوط فيك ولا حبقى اخر عميل، وانت ما تقدرش ترد، تقدرش حتى تبين انك متضايق، تقدرش تقول غير حاضر اسف بعتذر بلا 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 بلا. الواحد ممكن يستحمل وضع سيء زي ده شهر شهرين على سبيل يعني انه يستقر في اي شغل، بدل ما هو قاعد عطلان جنب امه في البيت بكروس تجاره ولا حاسب آلي اللي مالهمش لازمه دول. بس لما تفوت سنه لازم تسال نفسك، هو اي شغل وخلاص يعني؟ طب وكرامتي ومنظري قدام الناس وقدام نفسي؟
الحالة الوحيدة اللي تخليك تستحمل أكتر من سنة إنك تكون لقيت في المكان ده حاجة أهم من الشغل، صديق حقيقي مثلا أو بنت زميلتك أمورة كده وتكون معجب بيها ومستني الفرصة علشان تعبر لها عن حبك. بس تفتكر لو البنت دي عايشة المأساة اللي انت عايشها، شغالة معاك يعني وشايفة قد ايه انك منصحك في شغلك واللي يسوى واللي ما يسواش بيمرمط فيك في كل مكالمة، هتحب ترتبط بيك؟ هتشوفك راجل يعتمد عليه اساسا؟ استاذ اكرم. نعم يا زين، اتفضل. انا سامعك. انا ظاهر دلوقتي قدامي يا فندم ان الخدمة المفروض تكون رجعت عند حضرتك. حضرتك عندك أي استفسار تاني يا فندم؟ لا يا زين، شكرا. شكرا لاتصال حضرتك بدلتا للاتصالات والإنترنت. اهلا وسهلا بحضرتك في دلتا الاتصالات والانترنت، زين في خدمتك.